خلينا نروح الموضوع ما قبل الأخير في النقاش. حسابات البقاء تتعقد. أعطينا الطابلو نشوفوه الترتيب. الأمور تعقدت على مستوى من سيرافق فريق واتسوف. أعطينا ترتيب البطولة سعلي الآن كي نشوفه. خلينا من الفوق. المولودية 60 نقطة، شباب الوزداد 46، ولكن السياسي عندها نقطة أو عندها مباراة متأخرة. لتحت شوف الأمور، بن عكنون نقص مباراة عندهم 26 بوان، عندهم مباراة متأخرة من اتحاد العاصمة. لمسيو خلاص لعبوا المباراة المتأخرة تحهم، عندهم 29 لأول مرة أم تنفسوا خرجوا من المرتبة ما قبل الأخيرة. ومن بعد تجي خنشلة ب 32 لعبت كل المباريات، البيض 32 لعبت كل المباريات، بسكرة 33 ومقرة 33. نحبسوا هنا ونبدأوا بالواحد. بالعكنون عندها قلنا 5 ماتش رشيد. أعطينا البروغرام تاع بالعكنون. نبداو بالعكنون من بعد عاودوا لنا. بالعكنون عندهم مع لمسيو نهار السبت، نهار الحد هذا يروحوا الوهران. نعم، بعدها مباراه متاخره. هادو عندهم 5 ماتش، الاخرين عندهم كاع 4 ماتش وما عندهم 5 ماتش. ومن بعد عندهم ماتش ديربي هنا تقريبا مع اتحاد العاصمه، ومن بعد يستقبلوا سطيف، ومن بعد يزيدوا يستقبلوا السياسي اللي يتلعب على المرتبه الثانيه، ويروحوا للبيض اللي يتلعب معاهم على الهبطه. مام البيض مازال ما سلكتش. هذا البروغرام تاع بالعكنون. نروحوا اللي بعده، بروغرام تاع لمسيو اللي جايه موراهم. لمسيو يرسوفيو بن عكنون هذا الاسبوع، ومن بعد يروحوا للسياسي بن عكنون لمسيو يروحوا للسياسي اللي يتلعب على المرتبه الثانيه. السياسي راح تكون هي بالك الحكم، باسكو السياسي تلعب مع بن عكنون تلعب مع لمسيو، ولكن يلعبوا في قسنطينه. ومن بعد بن لمسيو ومن بعد كرسوفيو البيض اللي يتلعب على البقاء. والمباراه الاخيره يجوا الملعب 5 جويلية يلعبوا امام مولوديه الجزائر. هذه فريق مولودية وهران. عاود اعطيني الترتيب، عاود اعطيني الترتيب، ترتيب الاخير. احنا هضرنا على بن عكنون وعلى لمسيو، دوك نروحو نتكلموا على خنشله اللي عندهم 32 والبيض اللي عندها 32. نروحو لخنشله. خنشله يرسوفيو الثوره في بلادهم، ومن بعد عندهم مباراه سهله يروحوا للسوف، السوف اللي سقط. بعدها خنشله ترسوفي مقرا اللي مازال ما سلكتش، ومن بعد خنشله تروح لنادي بارادو، تواجه نادي بارادو. هذه خنشله. نروحوا للفريق الاخر اللي هو البيض. البيض ايضا يجي شباب بالوزداد اللي راه يلعب على المرتبه الثانيه، تبع مليح رشيد. ومن بعد يرسوفي بسكرة اللي مازال ما سلكتش، ومن بعد يروح لمسيو اللي مازال ما سلكتش راه تلعب، وبعدها يرسوفي بن عكنون اللي راه يلعب على الباقة. البيض ايضا عندها مشوار صعب ولكن في المتناول لفريق مولوديه البيض. زيد اللي بعده فريق بسكرة. بسكرة يوم الاحد يرسو في السياسي، ومن بعد يروح للبيض تلعب على السقوط على البقاء عفوا. ومن بعد بسكرة تستقبل المولوديه دالجي اللي فازت بالبطوله، وبعدها بسكرة تروح لشلف. هل خلاصوا الست فرق ولا مازال فريق؟ مازال فريق على ما اعتقد. مازال مقرة، مازال مقرة. مقرة هذا الاسبوع نهار الاحد يروحوا لسطيف، وبعدها يجيبوا بارادو، وبعدها يروحوا لخنشله اللي راهي اقل منهم في النقاط 32، وفي المباراه الاخيره مقرا يرسوفي ليسما. السي رشيد، من تراه الاقرب واللي عنده الوضعيه صعبه او تعتقد حتى الاخر جوله وما تفرش؟ نظن المباراه القادمه التي ستجمع في ملعب 19 جوان بوهران بين مولوديه وهران ونجم بن عكنون راح يكون لها وقع كبير، وقع كثير لمستقبل السقوط ولا البقاء، لان بين الفريقين الان ثلاث نقاط، لو كان تربح لمسيو يولو 6 بوان. 6 بوان هذوك من بعد يقدروا يدخلوا في الحساب هذوك البيض وخنشله يقدروا في الحسابات. انا درت الحسابات بارابور لي ريسوفي، لوجيكمون لي ريسوفي يربح ولي يخرج يربح. كيف لي يخرج يربح ولي ريسوفي يربح؟ لي ريسوفي يربح ويخرج يخسر. يخسر تقول لي يربح ثاني. اه لا دون لا لوجيك. البيض تكمل 38، البسكه تكمل 38، ومقرا تكمل 38. احنا درنا حسابنا بلي اللي يكمل 38 ما يطيحش. لا 38 لو كان يكونوا في نفس كامل 38 يقدروا يكونوا يولوا لحسابهم بعد يولوا ميني شامبيونا. بن عكنون عنده ثلاث مباريات هنا في العاصمه. عنده ثلاث مباريات، يستقبل مرتين شباب قسنطينه ويفاق سطيف، ويلعب مع اتحاد الجزائر، وعنده 32 سي صاحب بن عكنون 32 32 بن عكنون. بن عكنون لا بن عكنون ما عندوش 32. اه بن عكنون عنده، اعطينا الكلاسمون. بن عكنون عندهم 26 عندهم ماتش ربع. شوف درتهم لو كان يربحوا المباراه 9 يوليو 35
لازم منهم يزيدوا يجيبوا اون فيكتوار من الاكستيريور. لو كان ينيغوسيو الماتش تاعهم تاع الام سي يو يقدر يكون عندهم دي شونس باش باش يسلكوا. سمير ما عندهمش تحب صعب ما ماشي كومبليكي باسكو دي فوا اسك توت لي زيكيب فون جوي الجو. هذه ما على باليش المشكل. المشكل في الجزائر سيك نقدروا نديروا حسابات انا وياك هنا كاع نديروا حسابات ولكن عليه كاين دوطر زيكيب يخرجوا لك يفون فوسي لي كاين لي ما يلعبوش اللعب اللعب النزيه ليس موجود سي بور سا بون سي فري كي تشوف هكذا في بدا الامر الوضعيه تاع الفريق بن عكنون تعقدت والان مع لقاء في وهران اذا ما جابوش نتيجه ايجابيه من وهران الوضعيه ستتعقد اكثر هناك فرق كما في خنشله والبيض والبيض ممكن يدخلوا في الحسابات لكن انا نعاود لك نقول لك باللي اذا سيرتان زيكيب يلعبوا الجو بتات كون فا اسيستي ان فينيش يعني صحيح حتى لا دانيير جورني مي جو بونس كو المشكله وهنا نذكروا فقط انه فريق مولوديه وهران فاز هذا الاسبوع على اتحاد العاصمه اللي نتحدثوا عليها بعد قليل اعطينا هدف فريق مولوديه وهران وعلي بن شيخ كانت عنده كي كنا نشوفه في المباراه اعطينا الهدف قبل مش قبل هذه الصوره قبل هذه اذا فريق مولوديه وهران الذي فاز بفضل هذا الهدف الذي احيا أماله في البقاء خاصة أن هذا الفوز كان هام وهام جدا أمام حضور جماهيري كبير وكبير جدا للحمراء وصراحة هذا الفريق من المفروض يلعب على الألقاب ما يلعبش على البقاء في كل موسم شيء غريب وغريب جدا أنه عندك جمهور كما هذا تحسد عليه من طرف كثير من النوادي الجمهور الغفير تقريبا أكثر من 35 ألف متفرج كان حاضرا في المدرجات أعطينا على كل حال جاية ريبيتيسيون تاع الهدف الذي سجل الهدف الوحيد في هذه المواجهة الذي سجل قبل نهاية المرحلة الأولى هدف ثمين وثمين جدا ثلاث نقاط ثمينة إذن رانا نشوفوا في هذه الصورة تاع الفيديجان علي بن شيخ كانت عنده ملاحظة في المستوى وحنا نشاهده في لقاء مولودية وهران أمام اتحاد العاصمة الفيميجان قلت لي ما جاش من عند أنصار مولودية وهران حذاري أنه التفكير في معاقبة الفريق يا سيسير باين من جاش بونس با أنا لسبورتر تعلم سيون لرماوة ولكن بس زعماتك يطيحوا الفريق أويك لو لا نقولوا منا خليونا من اللعبة دار لعب قديم خلاص لا لو كان ما يخلصوش لو كان ما يخلصوش بصح ما متخلص على تخلص لي انا يوم ما كاش ماشي هما اللي تيروا انا مرميتش خليونا من هاد لانه شفنا الصور عاودوا لينا الصوره تظهر انه الفيميجان جاوا من عند الزوار يعني من عند الفريق الزائر اللي كان جمهور اتحاد العاصمه هو اللي في لقطه الهدف هو اللي رمى الفيميجان لا مش فيدير يا بلو دو ويكلو خلاص ما فهمتش الصيف لعبوا ويكلو مؤخرا باسكو ما حبوش يخلصوا ايه دوكا علاش نخلص علاش نخلص على حاجه اللي ما درتهاش على كل حال مي انا نهضر على لو برينسيپ مي لو ريسك اللي اكزيست با سي اللي اكزيست دوكا ما تخلصش تروح ويكلو مليون 200 مليون دي 200 مليون باسكو ما رميتش انا الاخر الملعب كامل كان مكتظ عن اخره شعلوا لي في مرمى حتى واحد مرمى في ميجان هل هذا الانتصار باش نعود نقولوا الحسابات البقاء يجعل مولودية وهران ربما تنفست قليلا قبل لقاء بن عكنون انا نظن لمسيو تنفست بيان سور لا فيكتوار هذه تنفست هي هربة بتروا بوان على بن عكنون جو بونس كو تنفست تاع الصح والفارق هذا راه ماني نشوف فيها انه يتحسن من الماتش للماتش مع الرجوع تاع لي سيبورتور انا نظن ك لا مير شوز اللي داروها كي جا يوسف وسطاف تاعو اللي غيروا الحاله باش رجع الفريق هذا يتنفس شويه وزيد منا القدام انايا نقولك بكل صراحه دوك سمعت ماشي شكون فيكم اللي قال ولا انت واقيلا رضوان قلت
دوك هكذايا كيقرب لافا يبداو تالا بالا. سمير قال لك هل سي فون جوي الجو كامل لي زيكيب؟ انا نقول لك صافي ان بون مومون اللي ما مشي يلعبوا اللعب. الناس اللي تخمم تخمم من قبل. من قبل صح. صح. ولكن هنا انا والله العظيم ما نقولكش الكلاب مي 99.99 باين اللي راح يحبط. واضحه الامور. فارق انني عارف 99.99 ما نقولكش 100% مي 99.99 باين اللي راح يحبط. نعطيهم على بعض. ما نعطيكش دوك مازال لعب. ما تفوصيش الاخر. رضوان يعني.